وعلى هامش المنتدى المعني بالتنمية المستدامة، بحثت مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية سبل تعزيز التعاون وتبادل المعرفة والخبرات في مجال تحقيق التنمية المستدامة وسبل دعم التطلعات المشتركة للمملكتين الشقيقتين لترسيخ أنموذج حكومي داعم ومتوائم مع خطة عام 2030 وأهداف التنمية المستدامة. جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك الذي جمع بين وفد مملكة البحرين ومعالي فيصل بن فاضل الإبراهيم وزير الاقتصاد والتخطيط بالمملكة العربية السعودية، كما جرى خلال اللقاء مناقشة أبرز الممارسات الحكومية المبتكرة التي يتبناها البلدان لتحقيق التنمية المستدامة والدروس المستفادة حول تعميق الموائم الحكومية لخطة عام 2030 في الاستراتيجيات والخطط والبرامج الحكومية.